السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعين قناة سيوة سوسو. اليوم نشارك معكم هاد المسيمنات أو رغيفات معمرين بواحد الحشوة اللي ساهلة بسيطة، يعني متوفرة في البيت. كيجو زوينين، شكلهم زوين، لذاتو كيتحضروا في وقت اللي ساهل بسرعة. نتمنى إن شاء الله أنهم يعجبكم. بقاو معايا نشوفوا طريقة التحضير، وما ننساش سمحوا لي نسيت أني نبارك لكم رمضان. الله يجعل هذا الشهر يا ربي مبارك علينا وعليكم. الله اللهم أعيننا على صيامه وقيامه يا رب، حلويكم والمسلمين أجمعين. بقاو معايا نشوفوا طريقة التحضير. أول شيء هنا غنشد مقلة، ندير فيها واحد شوية ديال الزيت باش نشحر هذه الحشوة. هنا عندي تقريبا واحد ثلاثة البصلات، ان شاء الله تتم على تكتكتم على هذا الشكل هذا، قطعتهم صغار. نخلو شويه حتى تشحر لينا شويه، عاد كنزيدو عليها الكبسه ديال الدجاج. هنا ملي بدات البصله يعني كانت شحرت لينا واحد الشويه، يلا غادي نزيد الكميه ديال الدجاج اللي عندي. ما عندي هذا الصدر ديال الدجاج قطعته صغير قطع صغار، ديرو يتشحر مع هاد البصلة. ماشي كيف كنقولو ديما، ماشي ضروري من هاد الرغايف هادو من هاد الحوش يعني دجاج او كفتة او طون، يمكن انكم تستعينو غير بالخضرة بوحدها، البصلة خيزو محكوك الكورجيت مع الزيتون كيجو زوينين، يعني كيجي مذاق زوين. الا كانت متوفر بحال هكا شويه ديال الدجاج كفته ديال الدجاج او الحوت، ماشي مشكله، حتى هي اللي بغاها راه يديرها. يعني تشحر مزيان، عادك غادي نزيد العطرين. هنا غادي نزيد واحد، خديت لواحد جوج خزوات حكيتهم، بغيت تزيدو الكورجيت يعني القرعة الخضراء ماشي مشكل. اللي قلت لكم راه كيجي مزيان غير بالخضرة والزيتون، يعني الحشوة راه أو كبسة ديال السردية حتى هي راه كتجي في التعمار زوينة بزاف. بالنسبه للعطريه راه باينه واحد الكشره صغيره ديال الخرقوم، كشره صغيره ديال السكنجبير، نص ملعقه ديال الملح، ملعقه صغيره ديال التحميره، ونص من الابزار ديال، انا غادي ندير شويه ديال الهريسه والزيتون الحار بالنسبه اللي كيبغيش الحار بزاف. تحركو مزيان حتى كتدخل لهاد العطريه، يتشربها هاد الدجاج وهاد البصله وهاد الخيزون. هنا غادي نزيد، هي راه تشحرات ليا مزيان. خصها تنشف، ما تكونش يعني ما تخلوش فيها يعني شويه ديال المرقه يعني طالقه، لبان لكم انها طالقه يعني المرقه ديالها. نجهدوا عليها البوطه حتى تمص، يعني ضروري الحشوه باش ما كتخرج لكم من العجين خصها تكون ناشفه تماما. انا غنزيد واحد تقريبا كشره كبيره من القزبر والمعدنوس الربيع مقطعين، هنا واحد تقريبا شويه ديال الزيتون مقطع، شويه ديال الهريسه.
صافي دابا انت راك واحد الشويه غادي نطفيها، راه شحرت لي مزيان. انا غادي نطفي عليها، راه طابت وناشفه. نتوما كتشوفوا راه ما فيهاش المرقه ولا طالقه ولا شي حاجه، يعني شحرت مزيان، ريحتها كتطلع كتشهي. نطفيو عليها ونخلوها حتى تبرد. بسم الله. بالنسبه للعجينه، اول شيء انا عندي هنا واحد جوج زلايف ديال الدقيق ديال الفرص، غادي نزيد عليهم زلافه ديال الدقيق القمح اول فينو. هذا كيكون حرش شويه كيكون مزيان. ندير واحد شويه ديال الخميره، واحد تقريبا نصف ملعقه صغيره. غادي ندير واحد الملعقه ديال الزبده، ماشي ضروريه غير كتلين العجين تجي مزيانه. كيكون ديروا الزيت شوية ديال المدافي. هنا صافي، ملي تعجن كاينة العجينة مزيان، يعني راها شفنا ان هاد الكت يعني بداك الشيء اللي بغينا. نحيدوها رد الكت مزيان، غنخلوها ترتاح واحد شويه، واحد تقريبا 5 دقائق. بغيتو كاع ديرلهم شويه ديال الزيت من الفوق، ماشي مشكل. دابا شويه الزيت الفوق كنخليها ترتاح واحد تقريبا 5 دقائق. قلت لكم نخلي هذيك العجينه ارتاحت تقريبا واحد 5 حتى 6 دقائق. نقطعوها دابا بالحجم اللي بغينا. انا غنديرهم تقريبا قد هكا، بسم الله. هنا نبداو ناخدو، نشدو اول عجينه نكرسوها يعني كرست على هذا القياس. هذا الحشوه كما قلت لكم راهي بردت، غادي ندير واحد الملعقه هنا، واحد الكشاره كبيره ديال هذه الحشوه. كنرد عليها هذا الجنب هذا ديال العجين، كنديروا الطرف الاخر. هذا الشكل هذا كنلوها. لهذا الشكل هذا
كلكم اللي بغيتو ديروا مسمنه بحال هذه غنديروها على الشكل مسمنه، يعني حتى كنقرصوها كنطويها مربعه هذا كندير فيها الحشوه. بغيتو هذه الطريقه، هذه اسهل الصراحه، يعني كتجي مختصره على كتقرصيها طويها كتعاودي الخدمه جوج المرات. انا كنفضل هذه الطريقه، هذه سريعه سهله. مثلا اللي بغيتو ديروها على شكل مسمنة غادي نديرو لها بحال هكا، هادي هي الطريقة ديال المسمن. دخلو واحد شوية كترتاح عادة كنديرو فيها الحشوة، يعني هادي كتبغيها انها ضروري خصها ترتاح واحد شوية عكس هادي الاخرى، يعني غير كتقرصوها كتعمرها في نفس الوقت. عرفنا هذه اللي طويناها، واخا غادي نقرصها ما غاديش بغيت تسرح لينا دابا واحد شويه ضروري ديري جوج مثلا ولا ثلاثه عاد كترجعي للاولى. هذه راه مسربيه، كنفضل هذه الطريقه هذه. كنجيبو هاد الجنب هذا نسرحوه من هنا عاوتاني هكا ضروري من هنا ملي كنطوم هكا كنكرصوها نسرحوها مزيان باش متجيناش العجينة غليظة. هي مغاديش تجي غليظة لأنها راه رقيقة. وكلبوها هكا مثلا، هذيك اللي قلنا اننا نديرها بحال المسمنه ها هي غادي نكرصها بهذا الشكل هذا. غير واحد شويه كنسرحوها كنحط واحد شويه ديال الحشوه الوسط على هذا الشكل. كنطو هاد القنط كنجيبو هاد القنط لهنا كنديرو عليه هذا الاخر وهذا وهذا الاخر بهذا الشكل هذا. ما حطيتش حدايا الزيتون هنا، غادي كنسدوها باش كتعطينا منظر زوين. واحد الزيتونه او طريف ديال الفلفله وكنمشيو بهذا الشكل هذا حتى كنكملو كامل هذا الشيء اللي عندنا. هنا ملي ساليت هذيك الكميه اللي عندي كامله غادي شديت واحد الصفر ديال البيضه شي شويه ديال التحميره ماشي ضروري غير باش كتعطي اللون. غادي ندهن بهم الوجه ديال هذا الرغيف هادو انا راه كنت درت شي بشويه ديال الخميره يعني راه كينزاد شويه الحجم ديالهم. صافي بالنسبه للطياب راه الفران عادي كيطيبو من التحت هي الاولى حتى كتشوفو متحمرو عاد كطلعو من الفوق او تشعلو عليهم من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الرغيفات اللي شاركت معكم، راه كيجيو زوينين كيتحمرو خفافين شكل مزوين. يعني هذا هو الشكل الاول اللي كنت درت، الشكل الثاني ها هو حتى هو بحال اش كيجي. نتمنى الفكرة ديال اليوم تعجبكم، ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم يا ربي بالصحة والهنا يا ربي. الله يجعلنا من الصائمين فيه والقائمين يا ربي، يتقبل منا ومنكم. وإلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله.